إذا هون هلا عندنا المرحلة بعد ما اطلعنا على الكينماتكس المرمات رح نطلع على الثلاث حالات الكيسز الأولى والثانية والثالثة. الكيس الأولى إذا كانت دي عندي أكبر من هاي القيمة شكل الجيرك رح يكون زي هيك. ورح تلاحظوا بشكل الجيرك في عندي فراغ بين هون وهون وفي عندي فراغ بين هون وهون وفي عندي فراغ بين هون وهون. طبعا إذا كان الجيرك بوزيتيف معناها الأكسلريشن إيش عم بيصير فيه؟ عم بيتسارع. الأكسلريشن كونستانت بعدين عم بقلل هون الأكسلريشن قيمته لحد ما أوصل زيرو أكسلريشن من هون. ونفس الإشي العكس عندي. هلا إذا انتقلت من هون لحد ما أوصل آخر كيس 1، آخر كيس 1 بتصير لما هدول القطعتين من هون يضربوا ببعض. بتكون هاي نهاية كيس 1. وهاي الكريتيكال هو هذا، هاي المسافة، هاي المسافة هي الكريتيكال بين هاي وبين هاي. فإذا كانت دي أكبر من هاي القيمة بتنطبق كيس 1، إذا دي أقل من هاي القيمة بتنطبق كيس 2. لحد ما أسير أنزل، شو بصير عندي هلا مين بقترب؟ تقترب النقطة هاي من النقطة هاي، والنقطة هاي من النقطة هاي. الفترة اللي فيها كونستانت أكسلريشن. فترة الكونستنت اكسلريشن بتصير تنزل لزيرو بتنزل لزيرو لحد ما اوصل شكل الكيرف. طبعا القطعة هاي عرضها بيساوي هاي، هاي زائد هاي بتساوي هاي زائد هاي. ونفس الاشي بعدين عندي في كيس كريتيكال لما هدول التنين يوصلوا بعض يضربوا ببعض هدول التنتين هون يصير النقطة هاي على النقطة هاي بصير عندي هاي قطعة واحدة من هاي بتصير فيشي فترة زيرو جير ولا فترة زيرو جير. بيبدأ يقترب هذا الخط من هذا الخط وهذا الخط من هذا الخط. وطبعا هدول لما بيصغروا التنتين هاي كمان بتصغر معهم بصير عندي الشكل هذا. والكريتيكال ديستانس هي هاي. اذا صارت الديستانس هون بتتذكروا المره الماضيه حكيت لكم في مثال كان لو كانت اي واحد وجي واحد بتكون هاي مترين. عند مترين بنتقل بصير في عندي كمان كريتيكال بنتقل من هاي الحاله لهاي الحاله. الثلاث معادلات هدول ما في حاجه تحفظوهم، هدول عندي هي بعطول بحددوا لي شو الحاله اللي موجوده من هون. هاي الحاله عاده صعب انها تصير، معظم الحالات راح تكون الحالات التنتين هدول. اوكي؟ اذا هدول بنطبقهم حتى نحسب الزمن اللي باخذني حتى انتقل من نقطه لنقطه. وهاي ممكن نستعملها نبني فيها الكينيماتكس ماتريكس. اوكي ماشي هدول